اهلا بحضراتكم من جديد. اولى مفاجاتنا النهارده في حلقتنا بيتس موسيماني داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النهارده لما تشوف مدير فني للنادي الاهلي الفريق الاول وهو في تواصل بنفسه مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، تعرف او النهارده بيكون بيرد على كل الكلام اللي قيل خلال الفتره السابقه ان بيتس موسيماني هيرحل عن النادي الاهلي. ازاي النهارده هيرحل وهو بيفكر او بيشتغل على مشروع طويل الاجل او طويل الامد؟ من اول لحظه جه فيها بيتسو موسيماني النادي الاهلي وهو قاعد مع كابتن محمود الخطيب، ازاي نسقوا مع بعض؟ ازاي يبقى في نظره لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ ازاي يكون في تواصل؟ ازاي توحيد طرق اللعب حتى يكون في عدد او تصعيد عدد كتير من اللاعبين للفريق الاول؟ هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي. بيتسو موسيماني في الفتره اللي فيها توقف دولي خلال الفتره الحاليه كان متواجد امبارح بنفسه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في البدايه مع مباراه ل 2006 امبارح اتفرج على المباراه كامله، اشاد كمان بالجهاز الفني اللي موجود على راسه الكابتن سامر عبد الرحمن، شاف النهارده نوعيه مدربين محترمين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الزياره كانت امبارح والنهارده، النهارده كان متواجد بالمناسبه من الساعه 12 الظهر غادر النادي الساعه 5، خمس ساعات متواجد مع كل الفرق ومع كل اللعيبه. بكره ان شاء الله بيتسو موسيماني كمان متواجد في النادي الاهلي، هيشوف مباراه الفريق 2007 وهيتفرج على البراعم مدرسه الكوره الصغيرين 2009 و2010 و11 و12 و13 اللعيبه الصغيره. فالنهارده هيكون على مدار 3 ايام شاف كل اللعيبه اللي موجوده داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي، شاف العمل، شاف المدربين اللي اشاد بيهم بشكل كبير في نوعيه التدريب. النهارده لما اتفرج على التدريبات النهارده أشاد ببروكيتش وأشاد كمان بنوعية المدربين، إزاي اللعيبة أو المدربين بتدي خبرات للعيبة عن طريق التدريبات ونوعية التدريب الموجودة. الحاجة التانية اللي أشاد بيها برضو الملاعب داخل قطاع الناشئين، ثلاث ملاعب للتدريبات، وأشاد جدا كمان خاصة بملعب المباريات إن يكون ملعب مباريات للناشئين بهذه الكفاءة وهذه الجودة، ملعب بيتم نقل المباريات عليه، فأشاد برضو بنوعية الملعب. فالنهاردة أشاد بالمدربين، أشاد بالملاعب، أشاد بالعمل داخل القطاع، وأشاد كمان بالدور اللي بيقوم بيه الكابتن خالد بيبو. الفترة اللي جاية هيكون في تواصل كبير جدا بين الفريق الأول وبين قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. علشان كده كنا احنا متواجدين مع بيتسو موسيماني امبارح والنهاردة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، نروح نشوف التقرير ده مع بيتسو موسيماني من داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. تحية لكل مشاهدينا، مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي النهاردة موجود في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. مستر بيتسو منذ أول يوم لي في النادي الأهلي قال أنا جاي أعمل مشروع داخل النادي الأهلي، وبالنسبة له النادي الأهلي مشروع كبير. النهاردة موجود في قطاع الناشئين بيتابع بنفسه، بيشوف كل الأمور، اتفرج على فريق 2006. مستر بيتسو برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. من أول يوم لمستر بيتسو موسيماني في النادي الاهلي قال انا جاي اعمل مشروع للنادي الاهلي. Yes, thank you very much. I feel good. I feel welcomed here in the team. It was good to be here and to see the youth. Of course it's not the first time I'm here, but it's the first time I'm with the players. I was here before with Captain Khatib to see the facility. And now I'm here to be with the coaches, to see the players, to have an understanding of what we have, because it's very important for me to know the team and the players and the youth players. And it's also important for the youth players to see that we are interested in their development. That's why we are here. شكرا جزيلا على الترحيب. انا سعيد جدا بوجودي هنا وحاسس بترحيب كبير هنا في قطاع الناشئين، وانا سعيد هنا بوجودي في قطاع الناشئين. اتفرجت على الماتش واتفرجت على اللعيبه كلها، ودي مش اول زياره ليا طبعا هنا. جيت هنا قبل كده مع الكابتن الخطيب، كنت بشوف على امكانيات النادي، ودلوقتي انا موجود هنا عشان اقابل المدربين واقابل اللعيبه، وده الهدف يعني من وجودي هنا. والهدف من النادي الاهلي احنا بنطور في قطاع الناشئين ونطور اللعيبه، والهدف هو التطوير يعني. فانا سعيد بوجودي هنا ونامل ان يكون في تواصل مستمر بعد كده. مستر بيتسو عملت خطوه كان مفتقدها النادي الاهلي في السنوات الماضيه، ان المدير الفني للفريق الاول يبقى موجود داخل قطاع الناشئين ويطمن على مستقبل النادي الاهلي. دي خطوه كان النادي الاهلي مفتقدها في السنوات الماضيه.
Well, it's my job to be here. So I signed the contract that I will be with Al Ahly. I'm with Al Ahly. I'm not in the wrong place. But yes, when we have time, like the games are not, we don't have games now. We need to come here and support. And I said to everybody, even to the president, Captain Bieber, I told him that when I have a chance, I will come. So there's now opportunity for me to come, and I'll be here tomorrow also. طبعا ده شغلي ان انا اكون موجود هنا في قطاع الناشئين. انا لما مضيت عقد مع النادي الاهلي مضيت ان انا موجود في النادي الاهلي، وانا بالفعل موجود في النادي الاهلي، ما جيتش المكان الغلط يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وانا حتى لما انا كلمت مع كابتن الخطيب قبل كده ان انا لما يكون عندي وقت هاجي، فدي فرصه كويسه في فتره توقف الفريق الاول، ففرصه قويه ان انا اجي ابص على قطاع الناشئين وابص على اللعيبه وابص على المدربين، وان شاء الله كان موجود هنا كمان بكره يعني. مستر بيتسو مدرب بيحب الكره الحلوه وبيحب الكره الجميله. النهارده بتقول للاعبين وانتوا بتكسبوا استمتعوا بالكوره. Yes, they have to win. They have to score goals. They must enjoy the game. That's very important because if you happy, you play good. If you are not happy, you can't play football. So they showed they're happy. I saw four goals. They scored four goals, which is beautiful. I saw good goals, to be honest. So it's encouraging. طبعا اللعيب لازم يجيب جوان ولازم يكسب، ولازم لما يجي يلعب يكون مستمتع ويكون مبسوط، عشان اللعيب لما يكون مبسوط بيكون اداؤه افضل، لكن لو مش مبسوط هيبقى اداؤه اوحش طبعا. والنهارده هم جابوا جوان كتير، جابوا اربع جوان كويسين، فكان جود جيم يعني النهارده. رايه في اللعيب. And it also shows that the coaches are doing good job. Even the pitches are good. You look at the pitch, very good pitch. This pitch is a very good pitch, you know. وطبعا المكسب النهارده بيدل ان المديرين الفنيين هنا في القطاع شغالين بشكل كويس، وبرضه امكانيات القطاع كويسه، الملعب كويس زي ما انت شايف، الملعب كويس جدا للعب. So I want to thank Khaled Bibo also for accommodating me here. فانا عايز طبعا اشكر كابتن خالد بيبو كمان برضه ان هو استقبلني هنا ووراني الامكانيات القطاع الناشئين. في وقت راحه وانت ما فضلتش ان انت يعني تاخد اجازه، لا انت جيت عشان تطمن على مستقبل النادي الاهلي، يعني امر انت ليك كل الاحترام عليه يا مستر بيتسو. is part of my vacation. طبعا وجودي هنا ده جزء من راحتي برضه، جزء من اجازتي برضه، واجازه بالنسبه لي كويسه برضه، ده جزء من اجازتي يعني. جماهير النادي الاهلي بتحب مستر بيتسو موسيماني وبتثق في مستر بيتسو موسيماني. المباراة الأخيرة مع عودة الجمهور للمدرج، الجماهير بتنفعل لمستر بيتسو موسيماني، الجماهير بتنادي على مستر بيتسو موسيماني، ومستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي بيتأثر بوجود الجمهور. Yeah, we have a good support on the fans. You can see that they don't allow many fans to come, but we understand for COVID reasons. But the few that are allowed to come in, they make a lot of noise. Has been better for us. They encourage us. So we'd like to see more and we'd like to hear more. You must remember, I've never seen them. طبعا هو وجود الجماهير دلوقتي وجود محدود، ولما يكون في وجود جماهير حتى العدد القليل اللي بيجي بيعمل برضه صوت وبيعمل اجواء وبيخلي الاداء بتاعنا افضل. واتمنى طبعا ده مفهوم طبعا عشان الاجراءات الاحترازيه لجائحه كورونا، بس اتمنى في الفتره الجايه يعني يزودوا العدد والدنيا ترجع زي الاول يعني. جريته وفرحته بهدف علي معلول في غزل المحله جايه لاعب ناشئ اتولد عاش جوه النادي الاهلي مش جريت مدرب. Yeah, I wish I ran many times. I'm waiting for them to make me run many times. انا طبعا اتمنى ان الموضوع ده يحصل كذا مره واجري كذا مره. انا عايز من اللعيبه بتاعتي ان تجيب جوان دي ويخلوني اجري. Like in Morocco when Soulaye scored the third goal. زي في المغرب لما سولاي جاب الجون الثالث. Afsha scored the winning goal of the derby of the century. لما أفشا جاب الجون في القاضية يعني في ماتش الأهلي والزمالك في النهائي أفريقيا. So they must keep me running. فلازم هم يخلوا يعني يجيبوا جوان عشان أجري. شكرا. مستر بيتسو أخيرا ستة في بطل النيجر، أربعة في الإسماعيلي، خمسة في الزمالك، أربعة في سموحة، وقلت في آخر لقاء ليك ادوني سنتين وهخلي النادي الأهلي في حتة تانية. No, after 2 years, yes, I will know the team very well. I will know the league very well, and the team will settle. They'll play the way I want. They are adjusting.
they haven't come up to where I want them to play. طبعا يعني سنتين هيكون انا عرفت الفرقه وعرفت كل الفرق اللي موجوده في قطاع الناشئين، فده طبعا هيساعدنا ويساعد الفرقه ادائها يستقر والدنيا تستقر كلها في الفرقه ويخشوا في الاداء المطلوب منهم. They need to pass the ball better. They need to move. A lot of movements and the ball must go. Passing, you know. Yes, yes. محتاجين الكرة تمشي أسرع في الفريق الأول، محتاجين التحركات تكون أكتر والتحركات تكون أفضل من كده. And then you can score goals when you have the ball. وبعد كده نقدر نجيب أجوان لما يكون في تحركات، لما يكون في استحواذ. The opponents cannot score when we have the ball. وأي منافس هيلاعبنا مش هيقدر يجيب فينا أجوان لو إحنا اللي مستحوذين معانا الكرة. جماهير اللي بتثق فيك توعدهم بإيه؟ وكلنا ثقة فيك ومستنيين منك نتائج ونفس الاداء ونفس النتائج الكبيره. Yeah, we promised them to win the Dowry. We promised them to win the Champions League. We promised them to do better in the World Cup. I think the draw is tonight, was tonight. We promised to do better than that. We always have to improve. انا بوعد الاهلي ان شاء الله نكسب الدوري وان شاء الله نكسب الشامبيونز ليج وان شاء الله برضو في الكاس نعمل حاجه ونعمل اوسع احسن ما عندنا عشان نكسب. And to win the Super Cup. وطبعا عشان نكسب كاس السوبر. Thank you. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، كلام مهم جدا من مستر بيتسو موسيماني، اتكلم ووضح الكثير من الامور. مدرب بتثق فيه جماهير النادي الاهلي فتره اكثر من رائعه، المستر بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. وجوده النهارده الراجل فضل ان يعني فتره الاجازه او الراحه اللي هو موجود فيها ان يكون موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، يطمن على مستقبل النادي الاهلي، اعتقد دور مهم يشكر عليه مستر بيتسو موسيماني.